الملكية الفكرية هي نتاج فكر من إبداعات أشخاص كالاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء، وهي تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج، ويحق للمالك منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه. والحديث أكثر عن حماية الملكية الفكرية في المشاريع الشبابية، نرحب معنا بكل من خريجات كلية القانون الكويتية العالمية نرجس كرم، صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور. يا هلا ومرحبا. ومنيرة شويحان، مساك الله بالخير منيرة. مساك الله بالنور. يا هلا ومرحبا. طبعا في البداية احنا أكيد قاعد نتكلم عن حقوق الملكية الفكرية، وأكيد في شباب الحين عندهم توجه كبير وكثير الحين أنهم يبلشون مشاريعهم، فهل الشاب ضروري أميرة يكون عنده قبل لا يبلش مشروعه أنه يكون حفظ ملكيته الفكرية؟ أي نعم، بالقانون التجاري الكويتي عشان الشاب يجي ويسوي مشروع ويحافظ عليه أدبيا وفكريا لازم يوثق بالتجارة، بوزارة التجارة، عشان يحافظ على ملكيته الأدبية، وإنه بعدين يكون له حق أدبي أو حجية قانونية بحيث أن إذا أحد قلده بهذا الموضوع يروح يلجأ للقضاء. يعني هو شلون نفس الحين انا مثلا ببلش بمشروع، او اي شاب وشابه ببلشون مشروعهم، الخطوات عشان يوثق فكرته او يروح يحفظ حقوقه الفكريه شلون؟ اول شيء لازم يوثق الاسم او العلامه التجاريه بوزاره التجاره والصناعه. ثاني شيء لازم يصدر رخصه عشان يحافظ على اسمه التجاري او علامته التجاريه. بهالخطوتين في حال اذا حصل ضرر بعدين من اي شخص قلد علامته او اسمه التجاري يقدر هو يلجا حق القضاء عشان يسترجع حقه. فاهم خطوتين اللي هم التوثيق بوزاره التجاره والصناعه واصدار الرخصه. تقصدين بالتقليد، هل هو انه هو الشخص اللي بيقلد هذا المنتج ياخذه بحذافيره يقلده، او انه يسوي فكره مشابهه؟ هذا تعتبر هم تقليد؟ اذا هذا يعتبر تقليد في الاسم التجاري او العلامه التجاريه هم اللي يميزون الشخص، فلازم كل واحد يكون متميز عن غيره. في بعض الاشخاص ياخذون الاسم التجاري او العلامه التجاريه ويغيرون فيها شغله بسيطه فتسبب مثل ارباك حق الناس، انت ما تدرين اذا هذا الشيء اصلي او مقلد او هو المنتج الاصلي او تقليد. فلما يحفظ هالشغله غيره ما راح يقدر يقلده، ولو قلده بايا كان بالفكره بالاسم بالعلامه يقدر انه يلجا حق القضاء. لو بنتكلم نيرة عن انواع الغش الفكري مثلا او السرقه الملكيه، شنو انواعها؟ يعني مثلا انت عندك كتاب موضوع خاص او موضوع معين، انت اذا ما جيت وثقته، او مثلا منتج اذا ما جيت انت وثقته عقب ما ينتشر هذا المنتج تكون انت ما عندك حجيه او ما عندك توثيق، فيقدر غيرك انه يقلده وبتذي انت ضيعت المشروع مالك. يعني السرقه تكون بهالطريقه، ان شخص، وهل اللي مثلا اللي يبي يبوق فكره شخص لازم يعني مثلا يكون عمل دراسه ان مثلا الشخص هذا ما سوى او ما راح وثق مثلا مشروعه او عنده حقوق ملكيه، او يمكن الشخص يكون غافل عن هالموضوع؟ غافل طبعا. اي يعني ما في اي رادع يمكن يكون يردع الشخص في حاله السرقه للملكيه؟ لا لا، لمن يسرق يعني مثلا انا اذا كان عندي مشروع وانا حطيت له وثقته وكان لي حجيه فيه، فاذا غيري جاء وقلد هذا المشروع انا اروح اقاضيه. هو سواء كان غافل او كان يدري، ما دام انا هذا المشروع انا موثقته ادبيا وفكريا اي شخص يقدر يقلدني انا اروح اقاضي. اقدر اثبت هالشيء؟ مثلا يمكن الشخص اللي يقلد يقول انا ما كنت ادري. يعني بالقضاء هل هذا له قيمه اذا سواء قال الشخص انا؟ اي طبعا، اذا كان في ضرر عندنا بالقانون التجاري عندنا ضرر على قد ما انت تضررتي لك تعويض. سواء بالاوراق الرسميه او العرفيه او الشهود. وبالنسبه برجس في قانون الكويتي، شنو شلون يحمون الناس الملكيه الفكريه؟ هل في نص بالقانون يجرم اللي يسرق ملكيه الفكريه لشخص اخر؟ مثل ما قالت زميلتي منيره، في حال اذا صار ضرر فالقانون يحمي الشخص نفسه صاحب المنتج. في حال اذا كان في خطا وضرر وعلاقه سببيه توفرت هالاشياء، الشخص لما يثبت عن طريق كافه طرق الاثبات انه صار ضرر حق سلعته او المنتج ماله يقدر انه هو يلجا حق القضاء عشان يرد ياخذ تعويض على الضرر اللي هو خذاه. يتعوض يعني؟ يتعوض على الضرر اللي صار له.
فالقانون يحمي هالشيء. يعني هو هل في حالة أنه ثبت أنه فعلا في شخص تضرر من هذا الموضوع راح يكون له تعويض مادي، راح يكون في بعد يعني عقوبة جزائية مثلا بالقانون، يعني مثلا ينسجن أو راح يكون يعني غير من الناحية القانونية مو بس تعويض مادي؟ هو يكون في القانون لا يعني أكثر من مجرى، بس أهم شيء لما يشوفون التعويض المادي يكون له تعويض مادي. وهل في حالة إثبات هم بنتكلم الحين أثبت أن الشخص هذا تم سرقة فكرة شخص آخر أو مشروع آخر، هل يتم سحب رخصته مثلا إغلاق المحل أو المشروع؟ أي طبعا هذا كله من ضمن الإجراءات يعني. أي نعم. تمام. يعني لو نتكلم منيرة، الشباب الحين يعني اهتمامهم في التجارة، اهتمامهم أن يمارسون نشاطات تجارية ويكون عندهم البزنس الخاص فيهم، هل تشوفين ان عندهم هذا الوعي انه يكون دارس ومدرك للحقوق الملكيه، او أيوة. تشوفين لحد الحين يمكن ما عندهم ذاك الوعي الكبير في حقوق الملكيه؟ لا لله الحمد، يعني الشباب الكويتي الحين يعني بشكل عام شباب الخليجي وبالاخص الكويتي تلقينه يعني ما يبي يتقيد ورا وظيفه او ورا مكتب او يكون له روتين، فيحب انه يكون شغله الخاص. يحب انه يكون يعني ما حد يحد من افكاره او من عطائه، لانه يعني الروتين هذا ورا الوظائف العاديه يكون يعني يحد من الابداع. فالشاب الكويتي الحين يعني والشباب بشكل عام لا يبي الشغل التجاري. وتشوفون ان المشاريع الكويتيه فعلا قادره تنافس بحيث انه أي طبعاً. لانها مميزه او فيها تميز وابداع، لهذا السبب اللي قاعد يلجأ للشخص انه يعني قاعد يبوق او نقول يسرق هالفكره ويحاول يقلدها، هل هذا السبب؟ لا. يعني ايش رايكم في المشاريع الكويتيه اللي موجوده؟ هل فعلا هي مميزه تستاهل ان الناس تقلدها؟ فهذا اللي قاعد نشوفه منتشر الحين. صح، المشاريع الكويتيه الشباب الكويتي يحاول كثر ما يقدر انه هو يتميز بايا كان، يعني كمثال بمعرضنا احنا حاولنا كثر ما نقدر ان ننافس نفسنا عشان احنا نكون متميزين، فتميزنا بان المعرض فكر قانوني. فأنا أشوف أن بالعكس الشباب الكويتي قاعد يحاول كثر ما يقدر أنه هو يبرز، فهالشيء قاعد يخليه يفتح باب حق الناس أنهم ينافسونه ويحاولون أنه يقلدون نفس الهوية. يا ريت تكلمونا عن معرضكم اللي مسوينه، شنو فكرته، من هي الشريحة المستهدفة في هذا المعرض؟ معرض فرح إكسبو هو معرض قانوني ملتقى أول برعاية الشيخة نوال الحمود الصباح. طبعا احنا لقينا الشيخة نوال الحمود الصباح لان هي مهتمة بالامور الشبابية، ولان هي وزيرة التزييف، رئيسة التزييف والتزوير. المعرض مختص لتوعية الشباب ان شلون انت تقدر تحافظ على مشاريعك، ان ما حد يروح يسرقها، شنو الطريقة، وفي قانون تجاري ان شاء الله راح نوزعه بالمعرض على كل بوث يكون في توعيه اكثر. الحين يعني معرضكم اسمه فرح اكسبو. أي. فرح اكسبو بس لكن المحتوى قانوني. من وين جبتوا الاسم وربطتوه؟ فرح اكسبو نعطيها تحيه رئيستنا فرح شمري. طبعا فرح سباقه بالامور الشبابيه وانها تساعد الشباب، فالمعرض على اسمها. تمام. والمعرض راح يكون لمده المعرض كم يوم؟ مده 4 أيام من تاريخ 27/4 ل 30/4. ونوجه دعوه حق الكل. طبعا هو ما يستهدف شريحه معينه من المجتمع، بالعكس هو حق الكل. نوجه لهم دعوه انهم يجون المجتمع ان شاء الله. هل في بالكم مواضيع معينه راح تركزون عليها في هذا المعرض؟ يعني مهم ان تكونون تحاولون بعد نهايه هذا المعرض ان وصلتوا هالرساله، شنو هي راح تكون رسالتكم؟ هو اهم شيء احنا نبي نوصله بهالمعرض اللي هو الفكر القانوني بالاخص القانون التجاري. حتى احب انوه ان احنا ناخذ موجودين رعايه من اتحاد المحامين الكويتيين. نوجه تحيه لرئيسهم المحامي ناصر الهيفي. فعلى مدار ال4 أيام جميع زوار المعرض والبوثات المشاركه يقدرون يستفسرون منا احنا ومن اتحاد المحامين. البوث المشاركين هل يعني اخترتوا مشاريع معينه او ان كانت او جميع المشاريع موجوده في المعرض؟ جميع المشاريع. طبعا نتمنى لكم اكيد كل التوفيق في المعرض، وفعلا يمكن على الرغم ما ان في وعي في الحقوق الملكيه لكن اكيد يعني جهودكم تشكرون عليها ان تزيدون الوعي في هذا الجانب. كل الشكر لكم نرجس كرم على تواجدك معنا، ونشكرك بعد اكيد منيره شويحان على تواجدكم، وربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا نقطع فاصل ونرجع نواصل فقراتنا.